مجموعة أخرى من الفحول بعمر 4 إلى 6 سنوات، المجموع 10 فحول يتنافسون على المراكز الخمسة الأولى وعلى المراكز الثلاثة بالذات للتأهل للبطولات. كل التوفيق لهذه الفحول وللأجين. We are watching another group of stallions aged 4 to 6 years old. The total of 10 stallions competing in class 10B. All the best to all those stallions and the owners. Good luck, all stallions. Unfortunately, there's a yellow card given by the ringmaster to the handler Matthew McLew for not following the instruction by the ringmaster. في كرت أصفر إذن للعارض ماتيو ملو عدم اتباع تعليمات الرينماستر. نستعد إذن لنبدأ فعاليات الفئة العاشرة باء ونستقبل أول مشاركين. We are ready to start. We have the first stallion, please. أول الفحول وبعد هذه الفئة أعزائي سيكون هناك استراحة للغداء، بعد ذلك نعود. إذا نتوقف بعد هذه الفئة لمدة 20 دقيقة ونعود بعدها. After this class we will have a short break of 20 minutes. مع الخيل، وهذه الخيل لازمة المقدم المياس، نعيش معها بغيبوبة فيها من المترف الحساس عنقة وغيدة ورعبوبة، إن شافها لو عديم إحساس مشاعره تلتفت صوبة. هذه الخيل تطرد عمس من براسه ياس، لها معزة والخيل مهيوبة بين الأصايل تسمى ساس، الخيل في أطهر الكتب مكتوبة.
So again, after this class, we will have a short break, 20 minutes, and we will be back. بعد هذه الفئة توقف استراحة بسيطة 20 دقيقة ونعود بعدها إن شاء الله. Next piece. النتيجة للفح رقم 249 دي اي مانشرال للمالك سيد مشعل محمد اليوسف من المملكة العربية السعودية. First result 249. Type العربية 19 from all the judges. هذا النكر رأس العنق 19 18 18.5 18.5 18.5 18.5. بدي ان توب لاين جزء مخطط الظهر. 5 judges with 18 and last judge with 17.5. Legs in Qawan 15.5 15.5 15.5 15.5 15 15.5. Movement 19 19 19 18.5 19. A total of 90.1. 90 1 من 10 لدي اي مانشرات. النتيجة التالية لبشير الريان للمالك سيد فهد الصيطي. بشير الريان رقم 251. Next result 251 بشير الريان. Type ناوية العربية 19.5 19.5 19 19 18.5. هذا النكر رأس العنق 19 from all the judges. Body and top line جسم وخط الظهر 18 18 18 18 and 17.5. Legs القوائم 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5. movement الحركة 19 19 19 19 18.5 18.5. a total of 90.50 for
بشير الريان 90.5 للفحل 251 بشير الريان للمالك فهد الاسلام. نتائج ولا نتيجة بحر المعود، بحر المعود للمالك سيد هشام من جميلة الشريف المملكة العربية السعودية. Next result 252. Type الهوية العربية 18.5 19 19 19 19 and 19. هذا النكر رأس العنق 18.5 19 19 18.5 19 18.5. بعدين top line جسم خط الظهر 18 18 18 18.5 17.5. Next, قوائم 15, 15, 15, 15 four times and then 15.5 and finally 14.5. Movement الحركة 18.5, 18.5, 19.5, 18.5, 19 and 18.5. 89.4 for بحر المعود، 89.4 البحر المعود. ونستقبل الفحل التالي، للأسف الفحل 253 استبعد العرج. Yeah.
يتابع مع هذا الفحل، وللأسف الفحل رقم 253 تم استبعاده من الحكام للعرج. Unfortunately, horse number 253 was eliminated by the judges for being late. إذن مع تفاصيل horse number 253 is eliminated for being late. الفحل رقم 253 استبعاد من قبل الحكام، والفحل التالي 254. نعود للنتائج والفحل الذي غادر رقم 254. نصر الشقب للمالك سيد هادي بن عبد الله العبود مملكة العربية السعودية. Next result 254 نصر الشقب. تايب الهوية العربية 19 19 19 18.5 19 18.5. هذا النك الرأس العنق 18.5 18.5 19 18.5 19 18.5. بادي أند توب لاين جسم وخط الظهر 18 18 18 18.5 18. legs القوائم 15.5 15.5 16 15.5 16 15.5. والموفمنت الحركة 19 19 19 18.5 18.5. a total of 90 points for نصر الشقب. 90 درجة لنصر الشقب حتى الآن. إذن المتصدر بشير الريان بمجموع 90.5. so far the leading stallion is بشير الريان with 90.50.
نعود لنتائج وإلى بوسيا أما هي المالك سيد فهد محمد الفوزان المملكة العربية السعودية أو العربية تايب 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 هذا أنك رأس العنق 19.5 19.5 19 top line جسم وخط الظهر 18 17.5 18.5 18 18.5 18 legs القوائم 16.5 15.5 16 16 16 16 movement الحركة 19.5 19 18.5 19 18.5 18.5 and a total of 91.5 for the new leader Kingdom of Saudi Arabia بروسيا أم آي متصدر جديد المملكة العربية السعودية بروسيا أم آي يحصد 91.5 مرة أخرى للنتائج وإلى نتيجة الفحل 257 جي ظفار للمالك سيد سعد سالم الهاجري من قطر. Next result 257 جي ظفار. الهوية العربية تايب 18.5 19.5 19 19.5 19. هذا النكر رأس العنق 18 19 19 19.5 19. بعدين توب لاين جسم وخط الظهر 18 18 18 18.5 17.5 legs القوائم 16 15.5 16 16 15.5 15.5 movement الحركة 19.5 19 19 19 19 and another 19 a total of 90.9 for Dida Far and second place so far 99.9 دي دفار يقف في المركز الثاني الآن بعد المتصدر بروسيا أم آي. إذا صدر لبروسيا المركز الثاني حتى الآن دي دفار مركز الثالث حتى الآن لبشير الريان.
نتيجة الفحل رقم 258 شيرول النايف للسيد مسعود راشد العدبي من قطر. Next result 258 تايب الهوية العربية 1918 1918 1918.5. هذا النك الرأس والعنق 18 18.5 18.5 18 18.5 18. جسم مخطط الظهر body and top line 17.5 17.5 17.5 18 18 17.5. قوائم legs 15.5 15.5 15 16 15 15. حركة movement 19 19.5 19.5 19 19.5 and another 19.5 89.1 for شلول النايف 89.1 لشلول النايف. آخر الفحول في الميدان وتعرف على نتيجة الفحل رقم 259 جبير الشقب. جبير الشقب للمالك سيد محمد عبد الرحمن اليوسف من المملكة العربية السعودية. Next result 259 type 18.5 19 19 19 19 19. رأس العنق هذا النك 18.5 18.5 19 19 18.5 and 19. سمو خط الظهر بدي ان توب لاين 17.5 18 18 18.5 and 17.5. قوائم legs 15.5 15.5 16 16 15.5 15.5. حركة movement 19 19 18.5 19 and 19. total is 90.3 90.3 إذن لجبير الشك. للأسف آخر الفحول تم استبعاده الفحل رقم 260 للعرج. حظ أوفر إن شاء الله في المسابقات القادمة. Unfortunately the last stallion had been eliminated for being lame. So we jump on to the result. ننتقل إذن إلى المراكز الأولى.
إذا مع النتائج أعزائي ألف مبروك إذن للمملكة العربية السعودية ومبروك للسيد فهد الفوزان فوز بروسيا أماي في المركز الأول دي دفار والسيد سعد الهاجر وقطر المركز الثاني بشير ريان والسيد فهد السليطي قطر المركز الثالث جبير الشقب والسيد محمد يوسف المملكة العربية السعودية المركز الرابع دي اي مانشلون والسيد مشعل يوسف المملكة العربية السعودية المركز الخامس The winners in this class بروسيا ام اي in first دي دفار in second بشير ريان in third جبير الشقب in fourth and دي اي مانشلون in fifth ومع رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان السيد عبد الرحمن محمد النعمة نطلب منا مشكورة التواجد معنا في الميدان لنبدأ بتتويج هذه الفحول. With Mr. عبد الرحمن النعمة, the president of the higher committee of this show, will be presenting the trophies for the winners. There will be no music, it's prayer time. بدون موسيقى وقت أذان العصر. وبعد هذا الشوط سنتوقف 20 دقيقة لصلاة العصر إن شاء الله. After this class, 20 minutes break for العصر prayer. إذا مع سيد عبد الرحمن النعمة رئيس اللجنة العليا منظم المهرجان نبارك لسيد فهد الفوزان فوز بروسيا أم آي بالمركز الأول the winner of this class Borussia MI Kingdom of Saudi Arabia Mr. Fahd الفوزان Borussia MI وأبها قطر out of parada ونبارك المركز الثاني لقطر مبروك لسيد سعد سالم الهاجر فوز دي دفار بالمركز الثاني second place goes to دي دفار standing number 2574 قطر owned by Mr. سعد سالم الهاجر دي دفار by مراج out of شانيل وإلى المركز الثالث مبروك لسيد فهد علي السليطي فوز بشير ريان في المركز الثالث third place goes to بشير ريان قطر and فهد السليطي بشير ريان by and Satanile echo out of جي شفاريا المركز الرابع للفحل رقم 259 مبروك لجبير الشقب مبروك للمملكة العربية السعودية وللمالك سيد محمد عبد الرحمن اليوسف. Four place goes to جبير الشقب by كحيل الشقب out of شولة الشقب owned by Mr. محمد اليوسف Kingdom of Saudi Arabia. ومبروك المركز الخامس للفحل رقم 249 دي اي ماند شراي. للمالك سيد مشعل محمد اليوسف المملكة العربية السعودية دي مانتوراي in fifth place by Pasadel out of DA ماسيمارا congratulations to Kingdom of Saudi Arabia and Mr. مشعل اليوسف مبروكين جميعا نتوقف الآن 20 دقيقة لأداء صلاة العصر ونعود بعد short break 20 minutes العصر prayer and we will be back إن شاء الله